السلام عليكم. طبعا احنا كثير الفترة اللي راحت كنا نسمع كلام عن تويتش وانه خلاص جوجل راح يشترونهم عشان ينضمون اليوتيوب، وتصير يعني هم في تويتش يبغون يستغلون القوة العظيمة اللي موجودة عند يوتيوب، وكيف انهم يقدرون يتحملون ضغط الفيديوهات ومن ناحية يعني بث مباشر وهذا الاشياء وكذا. كثير من اللاعبين كانوا متخوفين. ليش؟ نقول لك انه نعرف المشاكل اللي موجودة في عرض فيديوهات العاب الفيديو على يوتيوب وحقوق الملكية وكذا، خصوصا لما انه تحط مقاطع موسيقى او شيء زي كذا وتكون ما هي مملوكه لك. ف يعني صارت في مشاكل وكذا، والناس بداوا يخافون وهذا الكلام، وصارت مشاكل مؤخرا كمان يعني في تويتش وتصريحات من الاداره وكذا انه لا تخافون احنا راح نحاول من ذا الكلام كذا. المهم اللي صار، نعرف ان الصفقه راح تتم تقريبا مليار دولار. طيب فجاه كذا صار في ركود في السالفه، ما قلنا شيء، قلنا انه يمكن اوكي يعني جالسين يتفاهموا على الموضوع وكذا، لكن فجاه بوب مين طلع في السالفة؟ طلعوا امازون في السالفة، وقاموا امس تقريبا قبل 12 ساعة من الحين، ايوه هذا كان امس، انه طلعت اشاعات فجأة ان امازون هم اللي راح يستحوذون على تويتش بنفس مبلغ تقريبا مليار دولار. اذا تبغون بالرقم فالرقم هو كم قلنا هنا بالضبط؟ 970 مليون دولار. هذه يعني اذا تبغون الدقة يعني. ف وش قلنا؟ هذه اشاعات، يمكن في شيء غلط، ايش رايكم انتم كذا؟ المهم صار في اراء متضاربه وكذا، وفجاه بعدين اعلنوا بشكل رسمي تويتش صارت ملك لامازون بنفس هذا المبلغ اللي ذكرناه. من ابرز الاشياء اللي قريناها في الاخبار، طبعا الاخبار كذا كانت شيء عادي انه شركه استحوذت على شركه ثانيه، لكن اهم خبر كان وش كان؟ انه تويتش راح يكونوا مستقلين تماما عن امازون، وانه بيشتغلون بالطريقه اللي هم يحبونها. فامازون زي ما نقول انهم واضح ان عندهم توجه جديد في الجيمنج، يعني شفناهم خذوا كذا استوديو فتره اللي راحت، بداوا يركزون على الجانب الالعاب في منتجاتهم الجديده وكذا، والحين مع تويتش شكلهم يخطون شيء كبير بدون ما يخربون تويتش نفسه، لكن يصير ملكهم. فهذا شيء حلو، انا اتمنى انه فعلا نشوف تويتش خدمه تطور اكثر واكثر وتصير افضل بكثير، ويعني احنا كلاعبين نستفيد من هذه الخدمه وما يصير فيها تخريب وكذا. من خلال انطباعات امس في تويتر اللي جتني، في كثير منكم يقولون ان اوكي افضل من جوجل، على قد جوجل يعني يوتيوب كانوا يستقعدون كثير، وهذا شيء كان واضح انهم بيسوونه في تويتش، والحين امازون يعني يتوقعون لا ما راح يصير شيء زي كذا، ما راح يصير في استقعاد منهم، قالوا بيخلون براحتهم. لكن كثير منكم خايفين من ايش؟ قالوا انهم خايفين انه امازون يستغلون تويتش فين يخلونه عباره عن منصه لترويج منتجاتهم، يعني تكون تلعب لعبه مثلا كذا فجاه يطلع لك استشوار، فجأة كذا وانت قاعد تلعب يطلع لك مدري مخدة، فجأة وانت كذا تلعب يطلع لك كوب ولا حاجة زي كذا، شيء غريب يصير تطلع. فالله اعلم، لسه مدري عشان نحكم. انتم اعطونا اراءكم، هل انتم تشوفون ان افضل ان امازون هم اللي استحوذوا على تويتش، ولا ودكم انها كانت مع يوتيوب، ولا اللي هو بخصوص رايي؟ انا افضل اني انتظر واشوف، يعني نشوف ايش بيصير معاهم الفترة الجاية، لكن انا مطمن مبدئيا انهم قالوا انه امازون ما راح يخربون شيء، بيخلون الفريق يشتغل براحته. فيعطيكم العافيه على المتابعه، شاركونا رايكم في التعليقات في الاسفل. كان معكم احمد بن محفوظ، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.